إذا اليوم جينا يعني كاين مع الأسف لازالت المتابعات مستمرة نتاع الأساتذة المفروض عليهم التعاقد. عندنا ثلاثة نتاع الأفواج، المجموع هو 45 متابع من الأساتذة والأستاذات المفروض عليهم التعاقد، وهادو يعني من المفروض أنه يكونوا بالأقسام ديالهم مع بنات وأبناء شعبنا، ولكن كيجيو للمحاكمة يعني، وكل خطرة المحاكمة تؤجل بشهر وكيجي فوج آخر، ويعني التضامن ضروري بمعنى المعني ومعنية بالأمر، كيجيو المتضامنين والمتضامنات معهم، وبعض الأحيان كيوقع عاوتاني شنآن مع السلطات مع رجال الأمن، وكنصدقوا عاوتاني في شي أمور أخرى. إذا كفى من هذه المتابعات، هذه يجب جعل لها حد، ويجب حل المشكل نتاع الأساتذة المفروض عليهم التعاقد باش نمشيو للسبب الرئيسي اللي مأدي بنا لهذا الوضع. هذا السبب ديالو هو المشكل نتاع التعاقد، هو المشكل نتاع وزارة التربية الوطنية اللي مع الأسف مازال ما تحلش. كاين الوعد نتاع وزارة التربية الوطنية انه سيتم ادماج المعني ومعنيات بالأمر في اطار النظام الأساسي نتاع موظف في وزارة التربية الوطنية، ولكن احنا كنطالبوا باش انه يعني تسريع بهذا الامر، وكنطالبوا كذلك باش انه يكون الادماج كاملا وغير ناقص وغير منقوص. اذا سننتظر اليوم يعني الاخوان والاخوات ديالنا كاينين لداخل في المحكمة، ننتظر النتيجة ونتمناو انه يعني تكون عدم المتابعة النهائية ماشي غير لهذه المجموعة، ولكن المجموعتين الأخرتين يعني 45 أستاذ وأستاذة كاملين. وشكرا لكم ولكنا.